بنروح جايين. وصلت دولار. الحين باخذكم معي واوريكم ليش تايه. بسوي لكم جوله كذا خفيفه ولطيفه. جاي جرير عشان بشتري طابعة، مرة أحتاج طابعة، وقعدت أبحث كثير، وعاد في نوع محدد يعني جاي وأنا عارفة وش الطابعة اللي أبيها. بشوف الحين وأوريكم وش الطابعة، إن شاء الله إني ألقاها وتكون موجودة. أيوة هنا، هذه طابعات كانون. أنا أبي طابعة، لا هذه إلا هذه ما أعرفها، بس هذه هنا طابعات كانون. شو هذه الطابعة اللي أنا أبيها، هذا اسمها. سألت الموظف اللي هنا وقلت له، سألت عن الطابعة، قال إن طابعة كانون هذه نفس كل المواصفات اللي فيها موجودة في طابعة HP هذه. شو هذا اسمها، نفس المواصفات، لكن هذه سعر الحبر حقها أرخص، فيعني حلو، أوفر على المدى البعيد يعني، أحسن من هذه. هذه حبرها تقريبا 100 وزيادة، هذيك يقول حبرها بحوالي 60 ريال، فيعني دامنها نفس المواصفات شيء مرة حلو. حطيت الطابعة عند الأمانات، وعشان أرجع عشان أخذ فرة مرة ثانية في المكتبة. باخذ بعد الورق عشان يعني يكون كل شيء، إذا رجعت البيت أجرب الطابعة، بس أبي الورق اللي فيه لصق، ما أبي الورق العادي هذا. طابعة متحمسة مرة إني أجربها. جاء معها حبر، بس الموظفة اللي في جرير تقول إن الحبر هذا يعني الاستخدام بسيط، مو بحق كم طبعة، فأخذت بعد حبر زيادة، والحين بجرب الطابعة. تاني راجع من الجامعة، قطعت لي هنا فاكهة، فراولة وموز، باكلة وأجلس أراجع محاضرات الأسبوع، وبعدها ما أدري بشارككم في الفلوق هذا وش بسوي. عاد بكرة خميس عندي أوف، ما في محاضرات، ف يعني مناسة. الحين وقت المذاكرة أو التلخيص، ما تعتبر مذاكرة يعني، بس بشوف محاضرات الأسبوع وألخصها في الدفتر. فسويت لي قهوة والحين بجلس، مرة طفشت وجعت مع التلخيص، يعني تقريبا من آخر الظهر كذا على الساعة 1:30 أو 2 وأنا جالسة هنا، فجعت بعد، وطلبت لي من مطعم، وطلبت لي أنا وأخواني. الحين بجلس أتابع مسلسل وأكل وخلاص. طبعا طلبت من مطعم، قلت خل أغير اليوم عن مالي خلق أطبخ، وبغير عن الأكل اللي دائما أسويه، فطلبت لي برجر. كذا الواحد يبدأ يومه إذا صار عنده أوف، ما في دوامات ولا في محاضرات ولا شيء.